مرحبا دكتور شمشم. أهلا أهلا يا عم دكتور شمشم. أنا إلي زمان ما اطلعت على مرايدي، اليوم اطلعت شفت وجه أصفر، وجه مجعد وتعبان، شعر أبيض، اسمين على الآخر. شو هذا يعني دكتور شمشم؟ هذا يعني أنه نظرك ممتاز وعم تقشع الواقع يا عم مثل عين الديك. طيب دكتور شمشم تمين، لما مدفيق الصبح وانزل من التخت بحس شي عم بيسحب بإجراي تسحيب. شي عم بيسحب بإجرايك؟ ايه شي بيسحب من الفخذ للركبة للبطة للصبيع. شو هيدا يعني دكتور شمشم؟ ممكن يكون بسبب العمر. العمر؟ انه ما إله دواء يعني؟ عم حامل هويتك شي؟ ايه معلوم ولو؟ ايه؟ اتفضل. مواليد 1919؟ ايه ليه؟ عم اتفضل هويتك، وكل ما تجي لتقوم من التخت وتحس شي عم بيسحب بإجريك اسحب هويتك وتطلع منيح قديش عمرك بتصح. 97 سنة يا بيي يا بيي. ايه بجوز